تدفع الضغوط الاقتصادية والالتزامات الشهرية الموظفين إلى إيجاد عمل إضافي بعد انتهاء دوامهم في الوظيفة الأولى، خاصة إن كان الدخل الشهري من شركة واحدة لا يكفي. وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم الشركات تضع شرطا في عقد العمل بعدم السماح للموظف الجمع بين وظيفتين. ما تأثير العمل في مكانين على الشركات والأفراد؟ ما المطلوب من الشركات تقديمه قبل وضع هذا الشرط؟ وماذا نعني أيضا بتضارب المصالح؟ سنناقش هذا الموضوع مع اختصاصي الموارد البشرية دانيال شريحة. صبح الخير لك أستاذ دانيال، أهلا وسهلا فيك. يمكن كل قطاع تحكمه أمور معينة بحسب القطاع، بحسب المصالح، بحسب ماذا يقدم الشخص يمكن في هذا المجال، ولكن من ناحية المبدأ الموارد البشرية كيف تنظر إلى فكرة الوظيفتين لأي شخص إن كان متقدم في وظيفة أو حتى إذا كان خيار آخر بالنسبة لهذا الموظف الذي يعمل أصلا في مكان آخر؟ شكرا. حقيقة طبيعة الأعمال عم تختلف في العالم مع تطور التكنولوجيا والاقتصاد عم بتغير في كل العالم مش فقط في الأردن، والتوجه لأنك تعمل أكثر من عمل في نفس الوقت عم بيزيد أكثر. بتعرفي في نسبة بالولايات المتحدة من 2019-2022 زادت 23% نسبة الناس اللي بيشتغلوا وظيفتين في وقت واحد. أنا بحكي وقت واحد مش تتابعا ما بين بعض، يعني بكون في نفس الفترة 8 ساعات بيشتغل شغلين في نفس الوقت عشان يلحق اقتصاديا. كيف ما ممكن تكون هاي العملية أصلا من ناحية المبدأ؟ هاي النسبة عم بتزيد أكثر وأكثر بسبب العمل عن بعد. صارت في ممكن الواحد أنه يستغل نفس ساعات العمل 8 ساعات 10 ساعات عمل فرضا ويعمل وظيفتين في وقت واحد. العالم عم بتغير، صارت المفاهيم هاي عم بتزيد أكثر وأكثر. هون عم نتحدث أنه في بعض الوظائف المهارات الموجودة عند بعض الأشخاص هي المحرك، أم يعني خلينا نحكي أنه الشخص الذي يكون في وظيفتين يكون أرخص كقوى بشرية؟ هي الحقيقة أنه في عدة أسباب لأنك تعمل أكثر من عمل بنفس الوقت. واحد منها أسباب اقتصادية، يعني زي ما تفضلتي حضرتك أنه الراتب ما عم بكفي من هاي الوظيفة، فبدي مضطر أعمل شغل بعديها عشان أحقق دخل مناسب لعيلتي ولأسرتي ولنفسي. سبب ثاني منها قلة المهارة اللي موجودة عندي أنا، فأنا مضطر أعمل أي إشي عشان أقدر أنمي مهاراتي. يعني مهارة واحدة أستخدمها في أكثر من وظيفة. 100%. لا، أنا عم بسأل عن وجهة نظر الشركات. يعني أحياناً ممكن فعلياً يكون في نقص بالمهارات بأمر معين، وبنفس الوقت ممكن أكون أرخص لأنه مثلاً هذا الشخص عم بيشتغل بشركة أخرى، فممكن ما يكلفني بنفس الطريقة. صحيح؟ واحدة من الأسباب بتخلي الشركات إنها تعمل هذا الإشي هو يعني عشان توفير. لكن اليوم في مبدأ مهم جداً عم بغير الاقتصاد العالمي ورح يوصل للأردن يوماً ما، اسمه الجوب شيرينج أو مشاركة العمل. وهذا المبدأ بيحكي إنه وظيفة واحدة ممكن شخصين أو أكثر يقوموا فيها بتنسيق ما بين بعض. نفترض إنه في واحدة ست فرضاً مضطرة إنه ما تداوم 8 ساعات لسبب ما، بدها تداوم 4 ساعات، فهم بيسمحوا إنك أنت تداومي 4 ساعات، واحد تاني واحدة تانية تداوم كمان 4 ساعات، والاثنين بيكملوا وظيفة واحدة. العالم طريقة تفكير الشركات والأفراد عم بتغير حقيقة، ولكن للأسف عندنا بالأردن لسه ما صار في التطور الهائل. هلا طبعا في قوانين عمل مرن ممتاز، انه طلعنا قبل فترة البلد طلعت قوانين عمل مرن وقوانين ممكن تساعد على هذا التنوع. بس ولكن يعني اليوم أستاذ دانيال عندما نتحدث عن وضع اقتصادي في الأردن، نحن نتحدث أيضا عن نسبة بطالة عالية جدا، نتحدث أحيانا عن ترهل إداري من الممكن أن يكون بسبب البطالة المقنعة. هناك الكثير من التحديات تقف عائق أمام حتى المهارات التي من الممكن أن نستغلها في كثير من البيوت بسبب ممارسات معينة. يمكن بالقطاع الخاص المصلحة هي من تقودهم، ولكن اليوم أيضا بالقطاع العام هناك الكثير من التحديات. هناك جدل يمكن في هذا الموضوع لكيفية توزيع الوظائف التي يجب أن تكون ممنهجة بالصورة أكبر واستغلال الموارد، ولكن عندما نتحدث عن فكرة الوظيفتين اليوم على الشخص من الناحية الجسدية والنفسية والمهاراتية، هل هو شيء مفيد؟ أحكي لك تجربتي الخاصة وهي مش مقياس للجميع، بس في فترة من حياتي اضطريت أشتغل 18 ساعة في اليوم، أوكي شغلين،
وكان ضغط جدا علي، اضطريت اني يعني ما يكون في فتره استراحه، ما في اجازات، وكانت هاي واحده من اكثر فترات حياتي تعلمت فيها، تعلمت العمل تحت الضغط، تعلمت انه كيف اوفق وانظم وقتي عشان احقق هاي الاعمال. طبعا لها مساوئ، الارهاق، التعب الجسدي، ممكن قله الانتاجيه في الوظيفتين او واحده منهم، واحده على حساب واحده، بس في شغلات تستفيد منها، انك بتزيد الدخل، بتزيد قدرتك على التعلم، ومرات الابحاث بتحكي انك بتعمل وظيفتين نفس الوقت ممكن مهاراتك في التنتين يزيدوا، عشانك عم بتزيد المهارات اللي غير مستغله من عندك. فخلينا نحكي انه الممارسه والتدرب، ولكن زي ما قلنا في بعض القطاعات مثلا في موظفين ممكن يكونوا بيشتغلوا على اوبر، في بعض الموظفين ممكن ان يكونوا مستشارين لشركات اخرى، في بعض المعلمين ممكن انهم يعطوا خصوصي. هل أنواع الوظائف نطلع عليها بنفس الطريقة؟ هل فكرة أن يكون هناك وظيفتين داعمين لمجال معين، أو أن يكون مثلا قطاعين مختلفين ولكن نفس الشخص يستغل فيهم نفس المهارة بقطاعات مختلفة؟ كيف ينظر تنظر الموارد البشرية إلى هذه الفكرة؟ حقيقة في بعض الشركات بدي أسميها أنانية، يعني أنه بعطيك دخل أقل من الدخل ممكن تعيش فيه، وبطلب بمنعك تشتغل بأي مكان تاني، وهذا حقيقة فكر بتفكر الشركات في مصلحتها الخاصة، ما بتفكر في مصلحة الموظف. ليش ممكن تمنعه؟ بتمنعه عشان سرية المعلومات، بتمنعه لمجرد المنع، انه بيحكوا اذا بدي اشتغل شغل ثاني رح يقصر بالشغل الموجود عندي، وهذا حقيقة بحرم الناس من فرصة لدخل اضافي، بحرم الناس من فرصة تعلم مهارات اضافية. طب في حال الشركات كانت بدها تفرض هذا النوع، ما المقابل الذي يجب ان تقدمه لهذا الشخص؟ اكيد يعني هو مشروع، فكره يعني المصالح، فكره السريه، كلها امور مشروعه بالنهايه. صحيح. صحيح. كيف من الممكن حمايه او حتى تعديل فكره ان يكون هناك يعني ظلم بالنسبه للموظف؟ فكره الثمان ساعات عمل خمس او ست ايام في الاسبوع هي فكره انعملت قبل 100 سنه. اليوم آن الأوان أن نطلع على طبيعة العمل بطريقة مختلفة، آن الأوان أن نطلع على أيام الأسبوع وعدد الساعات في الأسبوع بطريقة مختلفة، وهذا قانون عمل مرن اللي أصدر حديثا بيغطي هذا الموضوع. ما في أي منطق بعد اليوم أن كل الوظائف تتعامل بنفس الطريقة، بنفس عدد الأيام، بنفس عدد الساعات، هذا غير منطقي. فاليوم الشركات لازم تعيد التفكير بالوظائف اللي عندها، تفكر بجوب شيرينج أو مشاركة العمل، تفكر بطرق خلاقة كيف عدد ساعات العمل وأيام الأسبوع يجب أن تكون. في نفس الوقت الموظفين يجب أن يبحثوا عن مهارات إضافية، ويجب أن يكون يومهم مليء بالإنتاجية والعمل. هل هناك دراسات أيضا بهذا الموضوع؟ طبعا 100%، كل الدراسات العالمية بتقودنا لاتجاه واحد، أنه طبيعة الأعمال ستختلف، خصوصا بوجود الذكاء الاصطناعي اليوم، بالتطور التكنولوجي اللي عم بيصير رهيب، طبيعة الأعمال ستختلف. في واحدة من الدراسات بتحكي من هون لخمس سنين 50% من الأعمال ستختفي، ورح تولد أعمال نوعية مختلفة تماما. تخيلي 50% من الوظائف رح تختفي بالعالم، فبالتالي نحن مضطرين إلى مشاركة نفس الأعمال أحيانا مع أشخاص آخرين. يس. لأسباب اقتصادية أم لأسباب مهاراتية؟ للسببين بالذات، يعني رح يكون في أسباب اقتصادية وأسباب مهاراتية، رح يتغير العالم، رح تصير طبيعة العمل مختلفة. أنا شخصيا بشجع الأفراد إنهم يكونوا منتجين كل اليوم، كل اليوم، يعني بما يحافظ على التوازن بين العمل والراحة والعائلة. طبعا العائلة تأتي أولا، وبشجع الشركات يطلعوا على طبيعة الأعمال وطريقة تنظيم الوصف الوظيفي بطريقة مختلفة. كيف تنظر الموارد البشرية إلى فكرة تضارب المصالح؟ طول ما أنا بأخذ دخلي وراتبي من مكان، واجبي أنا كموظف أن أحافظ على هذا المكان، واجبي أن ما يكون في أي تعارض أخلاقي أو أي سبب ثاني اقتصادي ما بين المكان اللي بعمل فيه وأي مكان آخر. فعشان مهم جدا نعرف أنه بعض الشركات تمنع حقيقة ومعهم حق أنه هذا العمل، طبيعة هذا العمل ممنوع تعملها في مكان آخر، يعني ممكن تعمل طبيعة عمل هون بس تشتغل شغلة ثانية مختلفة تماما في مكان ثاني. يعني عندما نتحدث مثلا عن قطاعات معينة، هل هذه القيود التي تضعها على الموظف تحتم على الموارد البشرية أن تدفع ثمنها؟ يعني تدفع ثمنها ماديا مقابل مثلا حرمانه من فكرة العمل في مكان آخر، عدم وجود رفاهية
بالتعاطي بمصالح معينة على المستوى الشخصي، هل هناك قانون أو نظام يجبر الشركة أن تدفع مقابل هذا الشيء؟ حقيقة إذا بدك الإكسكلوسيفيتي أو الحصرية لطبيعة المهارات الموجودة عند هذا الموظف أو الموظفة يجب أن تدفع ثمنها عشان العدالة المؤسسية. أصلاً إذا ما بتعملي هيك ممكن الموظف أو الموظفة يختاروا يشتغلوا في مكان تاني عنده مرونة أكثر. فإذا أنت إذا مكان العمل بده الحصرية من مهارات هذا الموظف يجب أن يدفع ثمن هاي الحصرية بالإضافة إلى ثمن المهارات اللي بقدمها. بالنسبة للإنتاجية بشكل سريع، يعني هل برأيك أنه الإنتاجية تكون بنفس المستوى ويحق للشركات محاسبة الشخص عندما يكون هو موظف في مكانين مثلا؟ العالم حاليا عم بتجه أكثر لتقييم الأداء ونظام تقييم الأداء يكون مربوط بمقدار البرودكتيفيتي أو الإنتاجية مش بساعات العمل. فاليوم إذا أنا بشتغل في مكان عمل مطلوب مني أعمل 1 2 3 مطلوب مني أعملها بغض النظر دوامة ساعة ساعتين 8 10 أنا مطلوب مني هاي الإنتاجية. فهذا بيعني إنه الإنتاجية هي اللي بتحكم مش الساعات العمل والدوام. أي شيء يمكن هذا بعد أزمة كورونا اتضحت أيضا فكرة إنه الإنتاجية ممكن أن تأتي بطرق مختلفة أو تقييمها بشكل مختلف. شكرا دانيال شرايحة اختصاصي الموارد البشرية، شكرا لوجودك معنا، شكرا، صباح الخير.